اواخر 2019 كنا نهنئ بافتتاح الجامعه، لكن بعدها توقفت الدراسه وصارت الدراسه عن بعد، توقف اجباري اضطراري لن يدوم. ما ولهتوا على الطلبة؟ أكيد ولهنا على طلبتنا ولهنا على طالباتنا، وأيضا ولهنا على زملائنا في أعضاء الهيئة التدريسية. يعني مما لا شك فيه العودة لمقاعد الدراسة تعتبر عملية مهمة جدا لضمان جودة التعليم. إذا بالنسبة حق التعليم اللي الحين اللي صاير أونلاين، شنو جهودكم بهالشيء؟ طبعا الجهود مختلفة وتختلف من خلينا نقول من كلية إلى أخرى، بس طبعا حرصت الإدارة الجامعية على توفير جميع المستلزمات الضرورية لضمان جودة التعليم عن بعد اللي سميناه التعليم عن بعد وليس التعليم التقليدي. فعلى سبيل المثال نظمنا دورات تدريبية، كيفية استخدام البرامج التعليمية اللي هي برامج الأونلاين، دورات كانت على مستوى الطلبة، كانت أيضا كذلك على مستوى أعضاء هيئة التدريس، أيضا موظفين الجامعة كان لهم نصيب من هذه الدورات على أساس يقدرون يتعاملون مع المهمات الوظيفية لهم عن طريق التعليم أو عن طريق اللي هو البرامج التعليمية. ككلية علوم حياتية أيضا كان لنا مساهمة بارزة في موضوع التعليم الأونلاين. فلاحظنا في بداية العودة للتعليم الأونلاين أن بعض الطلبة واجهوا إشكالية في عدم مثلا نقول توافر الأجهزة الذكية الضرورية لاستمرار التعليم، فقامت الإدارة بالكلية بتوفير الأجهزة التابلت للطلبة اللي ما كان عندهم الأجهزة هذه. كذلك لاحظنا بعض الطلبة صار في عندهم إشكالية بعدم توفر الجو الدراسي المناسب في المنزل، فحرصت الإدارة بالكلية على توفير مكاتب دراسية مخصصة للطلبة، توفير الإنترنت للطلبة بالإضافة للتابلت، وكان في أيضا شوية حوافز خلينا نقول تشجيعية على سبيل المثال منها للطلبة المتفوقين كان في شوية يعني خلينا نقول حوافز مكافآت مادية، مكافآت تشجيعية، بحيث أن نبين لهم أهمية الاستمرار في التعليم وأن التعليم ما هو فقط تعليم تقليدي. إحنا نمر بجائحة وبأزمة، شنو هالمكافآت؟ هي كانت مكافأة للطلبة المتفوقين تقدر ب 50 دينار كويتي، أيضا خصصنا لهم مواقف فيما بعد إن شاء الله في حال العودة للتعليم التقليدي راح تكون المواقف هذه مخصصة للطلبة المتفوقين، وأيضا في بوردات في الكلية راح نضع فيها أساميهم بلوحات الشرف، وراح يكون إن شاء الله لهم أيضا حفلة تكريم في نهاية الفصل الدراسي بإذن الله. وبالنسبة حق التعليم التقليدي والعودة حق التعليم بشهر 9 إن شاء الله، شنو استعداداتكم أو شنو الخطوة اللي راح تسوونها في هالمرحلة؟ والله احنا بدينا امانة يعني نستعد حق موضوع العودة للتعليم التقليدي، وكان فيه لجان مختلفة تقود هذه العملية. فمثل ما ذكرت في بداية المقابلة ان العودة لكراسي الدراسة هو عملية مهمة جدا لضمان جودة التعليم وتأهيل الخريجين لسوق العمل. فبناء عليه صار في عدة اجتماعات على مستوى الإدارة الجامعية ان شنو خطط الكليات، شنو خطط الأقسام العلمية للعودة للتعليم التقليدي. فأمانة هو الموضوع يعني خلينا نقول له جانبين او له شقين. الشق الأول هو استعداد الهيئة التعليمية والمؤسسات التعليمية، المدارس، الجامعات لاستقبال الطلبة، وكذلك في شق ثاني أو جانب ثاني وهو خلينا نقول تجهيز أو استعداد أولياء الأمور والطلبة للعودة للتعليم التقليدي، فالعملية مكملة لبعض. أوه،
السلام. اهلا، عليكم السلام. العافيه. الله يعافيك. يا هلا فيك دكتور. يا هلا هلا، حي الله دامه. طبعا دكتور حسين مراد. يا هلا يا هلا، قسم الاعلام. يا هلا ومرحبا. عندك بعد كلاس. عندي كلاس حاليا، حياكم الله. طبعا حياك ونرحب فيك. طبعا طالبتنا ومذيعتنا دانا البحر موجودة معنا في كلاس. طبعا هذا كلاس متقدم على تكنولوجيا، مخلوط يعني خلطة حلوة. طلبة شعبة الإذاعة والتلفزيون، دامك انت الحين بالكلاس أبي أسألك، ما ولهت عليهم قدامك كذي يتحركون وتعلمون؟ هذا سؤال محرج يعني. ولهت على البعض، ايه ولهت عليهم. لا ولهت عليهم صراحة، ولهت على الحضور الفعلي في الـ في الـ في, الـ في الـ يعني الكلاسات، لأن خاصة في شعبة الإذاعة والتلفزيون، يعني تخصص الإذاعة والتلفزيون يحتاج شغل عملي، فللأسف هذه الخاصية مو موجودة في الأونلاين. صدق إن في عندنا الكثير من الفيديوهات، عندنا الكثير من التمارين نعطيهم، طبعا الحين إذا اشتكيتوا عليه أوريكم، لكن بالنهاية الموضوع إنه لا، يحتاج هذه يحتاج الإحساس، يحتاج أن يكون عندك هذا النوع من التمرين. فإن شاء الله تعدي هذه الأزمة ويكونوا ما يتخرجون أو تخرجوا، ونحاول نعلمهم، وأنا موجود دائما يدرونهم طبعا كل طلبتي. إذا شو الميزة بالتعليم الأونلاين؟ والله التعليم الأونلاين له عدة فوائد، لكن بالنهاية هم أيضا له سلبيات، يعني خاصة حقنا إحنا كإذاعة وتلفزيون سلبياته أكثر من إيجابياته. توني ذكرت بعض منهم، بالإضافة إلى أن الطالب أو الطالبة يحتاجون يكون بالفصل علشان التركيز. نتكلم في بعض المصطلحات التقنية اللي نحتاج أن نوقف عندها ونوريهم، سواء في الكاميرا، سواء في الصوت، التقديم الصوتي، أو في طريقة شلون يقدمون الأخبار أو الإخراج. فهذه الأمور تحتاج إن وجود الطالب أو الطالبة في الفصل علشان تقدر أو يقدر يتعلم بشكل جيد. في الأونلاين الإيجابيات الحلوة إنه يقدرون يصيدون مشكلة أي وقت يبون، فيدزون رسالة ساعة واحدة ثنتين ثلاث، طبعا اخترب عندهم التوقيت فعادي صار ما عندهم أي مشكلة، إنه يدزون مسج ساعة وراء الفير ويتوقعون إن الدكتور قاعد ساعة أربع عشان يرد. زين دكتور، خطة العودة اللي بشهر 9 شو رأيك فيها؟ والله نتمنى ذلك، احنا نتمنى قبل، فاللي نقوله روحوا طعموا، التطعيم ضروري عشان نقدر نرجع حق مقرراتنا وحق الكلاسات العادية. الواحد لازم يروح يطعم علشان نقدر نرجع بشهر 9، ونتمنى ذلك. التعليم لم ولن يتوقف خلال هالوباء. صار التعليم عن بعد، أو مثل ما يسمونه التعليم الإلكتروني، هو الموجود، وهالمفهوم التكنولوجي يعتبر التجربة الأولى من نوعها.